طيب التور واضح عندي حاجة، واضح ان انت بتمر بأزمة اهي، أزمة عندك، خوف على شوية اضطرابات، شوية عكوسات الفترة دي، خايف طبعا، خايف تاخد اي خطوة، خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر. بص جايلك ايه تحت الكارت ده؟ The High Priestess، القديسة، زي ما انتوا عارفين واكيد حفظتوا، القديسة بتمثل لي القرب من ربنا، الروحانيات. حلكوا يا تور، لو القراية دي تنطبق عليكم فعلا بتمروا بالأزمة دي، بليز اتجهوا لربنا، هو الوحيد اللي هيرطمن قلبكم، وهو اللي هيخرجكم من المشكلة دي سالمين آمنين. نقرب من ربنا شوية، نتعبد، نحاول ان احنا ننعزل شويه، نقعد، مش ننعزل، نقعد بس ايه، نفكر بهدوء كده لوحدنا، وتبعدوا عن المشكله. يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقه مع حد في الشغل، يعني ايه، ناخد بس بريك شويه، نقيم الموضوع، وزي ما قلنا نصلي باذن الله محلوله. في حد قريب منك هيقدم لك شيء، والشيء ده شكله مساعدة، هيساعدك، وهيساعدك، افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالأزمة اللي انت بتمر بيها دلوقتي، هيساعدك فيها، هيقدم لك شيء، اوكي، بنية خالصة وحاجة حلوة جدا، مساعدة او دعم، او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي، بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله، ما هياش حاجة يعني تخوف، ما تقلقوش. Queen of Pentacles، ايوة بقى، ايوة بقى، الحالة المادية فيها تطور كويس يا تور، يمكن البنزين الكام 10 سيخ ولا من ربع جنيه اللي نزلت دي، يمكن هتأثر معاك، حالتك المادية يبقى فيها تطور، وهتحس انك انت في حالة راحة شوية، مش رخاء بس ايه، العملية تكون مريحة، تطور عن اللي انت فيه، ايا كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية، وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا، وكل ما بتدي كل ما هديت اكتر. انت محتار في حاجة، واعتقد الحاجة دي تخص العاطفة بقى، ده في حيرة هنا، قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي، حيران اعمل ده ولا استنى شوية ولا اعمل ايه، في عندك حيرة، الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى، تمشي باحساسك، ما تتحلش بالعقل، دي بالاحساس، وهتحس بمشاعر جديدة يا تور. لو انت محتار بين علاقتين، يعني محتار بين انت مثلا، او انت محتارة بين شخصين، هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا، ما ينفعش تعدي من غير ما تاخدي بالك او تاخد بالك، هتحسوا بالمشاعر دي، وده هيحسم لكم القرار ده، في حيرة واضحة، اوكي، وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل، حاجة مكملة معاك، فعلى ما أظن والله أعلم إن الحيرة دي زي ما قلت لكم في علاقة، أو حتى مش لازم يكونوا بين شخصين، مقارنة بين شخصين، ممكن تكون أنت محتار تكمل أو ما تكملش، محتار تتعامل إزاي، هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسم لك الموضوع ده، هي اللي هتدلك تتعامل إزاي. وزي ما قلت الأزمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة. عندك تغير في الحظ يا تور، الحاجات اللي كانت واقفة ومتعطلة وراكدة كده، المية الراكدة، العجلة هتدور، هتبتدي تدور، هتبتدي الدنيا تتغير، والأمور الواقفة المتعطلة هتبتدي تقرب، والدنيا هتبتدي تتسهل، هتحس بتغير، وتغير جامد. التغير ده هيسبقه حاجة، هيسبقه تغير فيك انت الاول، في شيء هيتغير جواك، في ذا ديث، ديث ده كارت قوي من الكروت القويه جدا، والكروت الميجر الاساسيه في التارو، بيوحي بموت شيء كان عايش معاك فتره طويله جدا، ممكن يكون معتقد، ممكن يكون اسلوب، ممكن يكون صفه حتى فيك، حاجه كانت جزء منك هتموت، يحل محلها شيء تاني. لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور. يمكن نقول مثلا، هديك مثال للمثال وليس الحصر، انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي،
هتبتدي العزله اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيه، ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل بره الشغل وتعمل علاقات اكتر، فالعجله هتدور معاك. فاهمين قصدي؟ في تغيير هيحصل جواك انت، وبرده ده ما ينفعش ما تحسوش، زي المشاعر القويه اللي هتحسها دي ما ينفعش تعدي من غير ما تاخد بالك. هتاخد بالك ايه ده؟ انا مش كده، دي مش طبيعتي، في حاجه، شيء جواك هيتغير بشكل جامد. سترينث يا تور بيقول لك مواجهتك لازم تكون بعقلانيه، بدبلوماسيه، تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجه اللي بتهددك دي. شايفين ده اسد؟ الكارت ده اسمه سترينث، القوه، قوتك في عقلك، مش انك انت تنهار اللي قدامك او انت تهينه او انت تزعقله او تزعله هو ده كده انت كسبت الماتش. لا، الماتش مش هيتكسب كده، بعقله. بصوا هي مروضه الاسد ازاي؟ بعقلها، بتطبطب، مش لازم يكون بطبطبه، يعني مش شرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبطب على اللي حواليك، لا، تستعمل معاهم دبلوماسيتك وذكائك، وما فيش شك من قوه الحاجتين دول عندك. انت منغمس في ذاتك شويه يا تور، شايفه حاله زي ما تقولوا مش حزن بس انطوائيه شويه، حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي. يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده، يعني هتقعد قاعده مع نفسك وتعمل شويه تعديلات، هتطلع منها بالنتيجه دي، هتقول لا لقد الوقت جه بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير، لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشده ان انا لا ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعالاتي، بدل ما انا لا كل ما حد يقول لي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمايل في شغل، انتوا عارفين الخروجات الـ بتاعت الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعض، هتبتدي تنزلها، هيتغير حاجه في شخصيتك جامده جدا، وبالتالي هتتغير حياتك معاها، هتكون اكثر سلاسه واكثر حظا ان شاء الله. قرايه حلوه زي ما قلت لكم يا تور، لو انا صح في موضوع المحنه او الازمه اللي انت بتعدي بيها دلوقتي حلها الصلاه، قرب من ربنا وادعي له وهو هيدلك. بالنسبه للحيره اللي عندك من ناحيه الحاله العاطفيه، فدي انت هي هتتحل لوحدها، هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف. دي القراية الأولى للقراية العامة الأولى لبرج الثور. أتمنى تكون القراية منطبقة ودقيقة. يا رب تكون عاودت صح. ميرسي يا عزة. بتمنى يتغير حلو وفك إيه وفك الكعبلة. إن شاء الله إن شاء الله يا دود طلعت، إن شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله. البث ده لا مش يوميا يا عامر، هو بقى حسب التساهيل الصراحه، بس هو الخطه ان هو يوم يوم لا، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الريتم ده. يا سلوى يا حبيبه قلبي ويحفظك ويبارك فيكي يا حبيبتي انت، خلاص يا عليكم صح. طيب كويس قوي كويس قوي. قوس يا ميسه قريب قوي حاضر، بعد ما شفت في حاجة جوايا اتغيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسام. هذه من برج الثور، دي المرحلة الأولى يا زينب ما تعيطيش، دي المرحلة الأولى وهنقول الحالة العاطفية حالا، ولو فاتك القراية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني حاطاها لك في الصفحة جاهزة مستنياكي. قوس إن شاء الله يا ميسة حاضر. ميرسي يا مروة عشير، تسلم ايدك حياتي. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية. اهو مروضة اسود وما جبتش من عندي حاجة. والله يا بنتي احنا عايشين في غابة هنا، دي غابة بنروض اسود فعلا. يلا هنعمل ايه؟ فعلا كلامي كله صح. ميرسي يا بسمة جدا صح، اشكرك يا شيماء. طبعا يا سيف لا يعلم الغيب الا الله، طبعا ونعم بالله. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. يا رب تكون كويسة. وانا في حد كمان تور عندي من صحابي، يا رب يا رب يكون حاجة كويسة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منى انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا. منى
منى احنا انت سمعتي قرايتك ولا لا؟ انت قرايتك عملتها لايف، منى من الناس اللي كسبت معانا، سمعتيها؟ والنبي طمنيني قولي لي انت سمعتيها، عشان انا ما بقتش فاكره انا قلتها في انهي لايف فيهم، عشان خاطري قولي انك سمعتيها. انا بعد كده هعمل القرايات على التليفون، انا مش هخليها هنا، كل كلمه صح بس انا ايه بصلي على طول. كويس جدا يا عزه، حلو حلو. الصلاه طبعا دي عباده ما فيهاش حاجه، بس انا اقصد الصلاه اللي هي انك تتكلمي مع ربنا، فاهمه قصدي ايه؟ القعده دي اللي بتبقي خلصتي الصلاه وتقعدي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا، ده قصدي. بس طبعا برافو عليكي وادعي لي معاكي، ادعي لي ارجع التزم انا كمان. محمد مفروض صح جدا، بشكرك يا محمد. اوكي يلا نشوف المجموعه الاولى لبرج الثور، القرايه العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حيره اهي، شفتوا؟ عندك حيره يا ثور، مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القرايه الجنرال بتاعتك. في حيره، حيره، ده الطاقه حتى نفسها بينكم حيره. يا رب يا ترى ايه الاسباب، ايه سبب الحيره دي؟ طيب طيب بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا. بصوا يا جماعه، حيره هي واضحه، ذا ستار هي ايجابيه، طاقه ايجابيه كل حاجه، بس انت عايز تحسن قرار، انت رجل في الميه ورجل في الارض، مش عارف تروح فين، ويعني هو قرار شكله قرار مصيري، يا الارض يا الميه، حاجتين يعني عكس بعض، فعندك قرار محتاج تحسمه. نفسك، انت شايف ان في حاجه غلط في العلاقه، يمكن يكون خطأ حصل من شريكك او خطأ منك، الله اعلم، بس في يمكن في حاجه غلط. البرج ده معناه شيء غلط. نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى، يعني الغمه تنزاح. والشمس، بص بص التاور عامل ازاي، يعني سواد، السماء سوداء، يعني اكيد حاجه غلط، وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع من الشبابيك ونار وحريقه واكشن غير طبيعي كده. لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده. فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار، حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار. شايف شريكك ازاي؟ شايفه هديه من ربنا، شايفه حاجه حلوه جدا، بيمدك بطاقه ايجابيه وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان. بص وجنينه وبستان، يعني حاجه حلوه جدا، وايد ممدوده وحاجه منوره وكده، حاجه حلوه قوي قوي. انت يا تور شايف شريكك حاجه كويسه جدا، اكيد شريكك شخص كويس، يعني واضح ان هو شخص كويس، وهو فعلا على فكره شخص كويس.